السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، أهلا ومرحبا بكم. هذا المنزل اللي تابعتم معنا في الفيديو السابق، احنا متواجدين في مدينة طنجة، فكي كتشوفوا الآن يعني العمل فين راه وصل، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللي كنت قلت لكم عليه ذيك المرة أنه الفواصل يعني في مكان المارفي اللي هو اللون الأصفر جاو باللون الأحمر اللي هو الرخو، والفواصل اللي في الرخو جاو باللون الأصفر عكسناهم. فانتم كي كتشوفوا يعني الخدمة طلعت رائعة ما شاء الله. هما لي بانو هادو يعني هودنا لي بانو باللون الأحمر والحائط باللون الأصفر، يعني اتبعنا هاد الألوان هادو اللي عنده ديال الحجرة، فجات ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بالنسبة للخدمة الفينيسيو غادي نحاول نقرب لكم تشوفوا الفينيسيو. هاكي كتشوفوا، نحاول نقرب لكم الصورة أكثر، فشتوا الفينيسيو كي كيطلع ما شاء الله، يعني كتطلع الخدمة مساوية، فالله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير الإخوان متمكنين يعني متمكنين من الخدمة ديالهم. شوفوا الفواصل كي كيتحيدوا، يعني الفواصل كيتحيدوا بواحد التقنية وبواحد المهارة اللي كبيرة. راكو شتوا شنو واقع في المنزل الاخر اللي صورت لكم، في اللي راحنا كنعاودوا له بديكور ترافيرتينو، يعني كيفاش ضيعوا يعني هذاك المنزل هذاك وحنا كنعاودوا له، يعني خساره لصاحب المنزل. فان شاء الله غادي نحاولوا ان شاء الله نفرحوه يعني في هذاك المنزل تاعو ان شاء الله. فكي كتشوفوا هنا يعني هاد الحجرة هذه صفراء، يعني حتى هي غسلناها له، غسلنا له هاد الحجرة هذه كاملة دوزنا عليها، فهما دابا قلعوا يعني قلعوا الفواصل مع كي الفواصل حنا كنقلعوهم بالماء، يعني كيغسلوا كيحيدوا الفواصل مع ذاك الغسيل، يعني دوزنا له على هاد الحجرة هذه. هانتوما تشوفوا هنايا هاد الأخ هنايا يعني فيما كيبقى شي روتوش صغير كيبلعوا، ما كيخليش كاع العيب. فهذا كي كتشوفوا يعني هذا اللي ما يعرفوش، يعني كاين راه كاين الناس اللي ما كتعرفش، فهذه الباستا شينو يعني كسر الرخام، هو واحد ديكور يعني واحد المنتوج اللي الفعاليه ديالو، انا كنفضل الفعاليه ديال المنتوج احسن من الديكور، يعني الديكور كيزيد في الجماليه، اما المنتوج فهو في واحد الميزات اللي صراحه رائعه ورائعه جدا، يعني كيكون فيه واحد السمك اللي كيوصل حوالي واحد سنتيمتر تقريبا، الواحد سنتيمتر، ومع ذلك واخا انه فيه واحد سنتيمتر الا انه كيخلي الحيط يتنفس وما كيدخلش الماء نهائيا، يعني باش تلقى واحد المنتوج انه ما يدخلش الماء ويخلي الحيط يتنفس في نفس الوقت، فهذا هو الامر اللي صعيب. فان شاء الله غادي نطرق الموضوع ديال المونوكوش ان شاء الله في شي فيديو خاص بهذا الشيء هذا ان شاء الله، ونهضر على الميزات ديال المونوكوش باش الناس تعرف علاش هذا المنتوج هذا الثمن ديالو وصل حتى لهذا المبلغ هذا. فهذا الشيء اللي كان الاخوان، ان شاء الله تفاصيل اخرى عاوتاني في هذا المنزل بحال جميع المنازل الاخرى نتقاسموها ان شاء الله. يلا الاخوان تنشوفوا شي فيديو اخر، السلام عليكم ورحمه الله.